السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم في درس في تعلم المقامات الصوتية، ومع حضراتكم سمير عبد الغني. وقد طلب منا بعض الأحباب توضيح التغني بالقرآن والتنغيم، التذوق النغمي في تلاوة القرآن الكريم. مهم جدا لكل قارئ أن يكون حافظا للقرآن الكريم، وأن يكون يعني دارسا لأحكام التجويد. المرحلة الثالثة أن يتقن وأن يحترف فن المقامات الصوتية أو التنغيم النغمي في القرآن، لأن القرآن لا يحتوي فقط على مقام صفا، لا يحتوي فقط البنت حضرتي بجواري عاملة دوشة أنا عارف. فالقرآن الكريم يحتوي على مواقف عدة، ليس حزن فقط، ليس فرح فقط، ليس لينذر من كان حيا ويحق على القوم بشيرا ونذيرا. تمام، كيف تكفرون بالله، تهديد ووعيد. تمام، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق. نقرأ على الترتيل وما يتيسر من قصار الصور. هنبدأ يعني إذا حبينا نقول مقام البياتي. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. بيات شوي. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. مقام الرصد. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها. رقم السيكة. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. بسم الله الرحمن الرحيم. بيات. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. كرد. وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. نقلت عنها وانت. الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى
سوف يرضى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قمرست. والضحى والليل إذا سجى. التعجى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. جئت عجم ثم انتقلت إلى الصبح. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك. هل تعالى نهونت. ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. فلت على الرزق. فإذا فرغت فانصب. تعال هزام. وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين. تعال الحجاز. وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين. نلت على البيات. أليس الله بأحكم الحاكمين. نلت على الكرد. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. نوى أثر. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى. قالت إنها ونت. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. رست. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم. نجحت ثاني. نجحت نوأثر. كلا لئن لم ينته
الله لنسفعا بالناصية. مصحف المرتل بتاع الشيخ محمود خالد الحصري 90% نوع أثر، واللي يقول لك غير كده بقى كذاب. ناصية، المفروض أنا عايز أجيب جوابات عالية ولكن الوقت متأخر فبحمل على 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 حنجرة أكتر. ناصية كاذبة قاطئة فليدعو نادية سندعو الزبانية. كلا لا تطع واسجد واقترب. نكريز، قم نكريز. بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها. نكريز ونهوانت وكرت في نفس واحد. خمسة. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. قفلت بالكرد. سلام هي حتى مطلع الفجر. هل يوجد مقامات لم نستعملها؟ في فرعيات، مقامات فرعية كتير لم نستعملها. أخي الحبيب، أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأدعو الله قد أكون قد وفقت ولو في يعني في توصيل هذه المعلومة. وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم اجعل كل من شارك هذا الفيديو وقام بترك تعليق واشترك في القناة، اللهم ادخل السرور على قلبه، اللهم اشرح صدره، اللهم يسر أمره، اللهم ارزقه النائحة الثكلة يا رب، اللهم اسمعه كل خيرا، اللهم اسمعه كل خير، اللهم اصرف عنا وعنكم هذا الوباء. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. قل لهم باي يا موسى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.